مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده هنحتفل معاكم بعيد الام. طبعا هو عيد الام يوم الخميس، لكن الحقيقه ان بما ان النهارده هو اخر يوم في الاسبوع في هذا البرنامج، قررت ان عمرنا ما نفوت هذه الفرصه ولازم نحتفل سويا ومع كل المصريين بعيد الام. النهارده هيشاركني في الاحتفال اثنين من الناس الاعزاء على قلبي، واعتقد كمان الاعزاء على قلوب المشاهدين، صديقتي العزيزه جدا رجاء الجداوي، فنانة جميلة عملت أدوار عظيمة جدا من زمان ولحد دلوقتي الحمد لله، وعايزينها دايما تعمل لنا أدوار رائعة. وأيضا العزيزة رانيا فريد شوقي، جيلين من الفنانين، ورانيا برضو عندها قصص وعندها مسلسلات، لكن برضو عندها حكايات مع بناتها الصغيرين، ورجاء طبعا أميرة اللي هي بنتها وهي أيضا عزيزة على قلبي، هيحكوا لنا بقى حكاياتهم الأسرية وحكايات الفنية، وهنسمع أصوات المشاهدين ونحتفل سويا بعيد الأم. بعيد على كل أم وعلى أمي طبعا خصوصا، وعلى كل الأمهات، كل أمهات المصريين والعرب وفي كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. لكن سريعا، وقلنا الحلقة دي مش هتبقى حلقة من غير أخبار، وجاهزين بقى ومجهزين الكراسي ومغيرين السات وكل حاجة، لكن الأخبار تلاحقنا في كل مكان، وعندنا خبرين مهمين. الأول الآن هنتكلم على القبض طبعا على احمد قذافي الدم في منزله بالزمالك، لكن نبدا بالقبض على جمال صابر. جمال صابر هو منسق حمله لازم حازم، وذلك بعد يعني اشتباكات ساعه ونصف مع قوات الامن، قبض عليه في منزله. ليه قبض على جمال صابر منسق حمله لازم حازم؟ لانه اتهم من احد الاسر، الاسره التي قتل نجلاء، لها اتهمت نجلو ابن جمال صابر في بقتل ابنهم، ودي طبعا على اثر الاشتباكات امس في شبرا. امبارح بعد ما خلصنا البرنامج كان في اندلعت اشتباكات حاده في شبرا استمرت عده ساعات بين انصار ابن جمال صابر من ناحيه، وده اللي بيقوله الشهود العيان، وبين بعض الأسر في شبرا كان بيلعبوا كرة، وانتهى الأمر بمقتل 3 وإصابة 26، وإحدى الأسر اتهمت نجل جمال صابر بقتل ابنها. خلونا نعرف التفاصيل من طارق عباس زميلنا الصحفي في جريدة الوطن. طارق مساء الخير. مساء الخير أستاذ لو لمس. تقول لنا تفاصيل القبض على جمال صابر. هو النهارده الاشتباكات اتجددت مره ثانيه بين اهالي المجني عليهم وبين اسره جابر وبعض الانصار ليه. في ناس بتقول ان هم من حركه حازمون ولازم تهاجم، لكن الاشتباكات اتجددت، وكان في اطلاق للاعيره الناريه وبشكل كثيف من اسلحه اليه وخرطوش. بعد فتره تدخلت قوات الامن بمدرعتين للعمليات الخاصه وعدد من سيارات الامن المركزي. كان في هجوم، يعني اتعرضت سيارات شرطه برضه نفسها لبعض الهجوم، فاضطرت قوات شرطه للتدخل، وجت فرقه عمليات خاصه دعمت منزل جمال صابر. حدث بعض اطلاق النار والمناوشات بين الطرفين، وفي بين الطرفين مين؟ يعني بين الشرطه وبين مين؟ بين الشرطه يا وبين اسره جمال صابر وانصاره اللي كانوا بيحاولوا ان هم يدافعوا عنه. في مواجهه الشرطه وفي مواجهه الطرف الاخر اللي هم اهالي المجني عليهم. بعدها دخلت قوات الامن المركزي العمليات الخاصه لمنزل جمال صابر، وتمكنت من القبض عليه بعد ما اطلقت بعض العيارة الناريه في الهواء لتفريق الاهالي. طبعا حاله من الذعر سادت المنطقه، وبعدها بفتره خرجت قوات الامن ومعها جمال صابر حطوه في مدرعه امن مركزي. مدرعه امن مركزي، واقتضوا لاسم شرطه رود الفرج تمهيدا لعرضه غدا على النيابه. بشكرك. الاهالي زفوا، يعني زي زفه بلدي كده، عملوها العربيه اللي كانت قبض على جمال صابر، وبعضهم او معظمهم بالتحديد اكد ان السبب في كل الاحداث اللي حصلها هو جمال صابر وابنه، بسبب الواقعه الاولى اللي هم اتهموا فيها احمد جمال صابر بقتل طالب ثانوي يدعى سعد.
أشكرك طارق عباس زميلنا الصحفي من جريدة الوطن اللي نقلت الخبر منذ قليل. إذن القبض على جمال صابر منسق حملة لازم حازم بعد اتهامه من قبل أسرة مجني عليهم بالأمس أو مجني أسرة مجني عليه بالأمس في اشتباكات شبرا بأن نجله قد قتل ابنهم واقتيد في مدرعة كما قال طارق لنيابة رود الفرج تمهيدا لعرضه على النيابة وتبدأ التحقيقات وكل ده لسه في طور الاتهامات. نشوف تقرير عن اشتباكات شبرا بالأمس ونرجع تاني. ليلة حزينة بات عليها حي شبرا بعد اشتباكات دامية وقعت بين عائلتين بالأمس إثر مقتل أحد الشباب على يد ابن جمال صابر منسق حركة لازم حازم كما قال أهالي المنطقة أثناء لعبهم مباراة لكرة القدم، فتسببت في وقوع شبه معركة بين الطرفين ما أدى لتحطيم عشرات السيارات والمحل التجارية. مشكلة ملهاش دعوة لا مسيحيين ولا مسلمين ولا مع البياعين، الناس اللي بتاكل عيش هنا خالص. ده ابن الشيخ جمال صابر دخل ضرب واحد في العسال موته. جم الناس بتوع العسال جم على شبرا وطوسن، على شارع شبرا، شارع طوسن وبديع وشارع اسعد، كسروا الشوارع دي كلها. بوجه ندائي للشيخ جمال، اللي حصل امبارح غير اللي انت قلته النهارده خالص، وعيب كلام اللي حضرتك قلته دوت، لان منطقه شبرا كلها مسلميها ومسيحيها تمام، كلهم ايد واحده. وندخل ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، دوروا الضرب في الشارع كله، واهالي وحريم ماشيه في الشارع، يعني كل ده في ثانيه كله خرب. وتسببت هذه الاحداث في حاله من الذعر بين المواطنين خوفا من تجدد الاشتباكات مره ثانيه، فضلا عن اغلاق معظم المحلات بحي شبرا ليشكو اهلها مراره الحال الذي وصلوا اليه بدون ذم. احنا قفلنا محلاتنا كلنا ومشينا، ومنتظرين طبعا الموسم بعد بكره عيد الام. قفلت المحل بعد كده انا هاكل واشرب منين انا وعيالي مثلا؟ انا اترفع على اي مطعم بقى على اي حاجه، واتضرب علينا النار وفي بنات في المحل شغاله معانا. المحلات كلها قفلت دلوقتي، صاحب المحل نفسه هيقول لك انا هجيب لكم منين. شغال ليل ونهار عشان افتح لي مشروع واكون نفسي واتجوز واتهبب، والاخر يجي 2 3 10 15 20 150 واحد يكسروا المحل ويكسروا المحلات والعربيات. وتجسد هذه الحادثه حاله الانفلات الامني التي تعيشها مصر في الاونه الاخيره وانتشارها بصوره مفجعه، جعلت المواطنين يخافون المجهول بسبب تكرار مثل هذه الحوادث. هشام الرباط، هنا العاصمه. طبعا احنا اتصلنا بالداخليه والحقيقه اكدوا لنا هذا الخبر، يعني في طبقا لروايات الشهود هنا طبعا وهي غير مدققه، المتهم هنا هو نجل جمال صابر وليس جمال صابر نفسه، لكن ده الخبر اللي عندنا وعلى عهده الوطن وعدد كبير من المواقع وقد تاكدنا منه من وزاره الداخليه ايضا. النهارده ايضا كان في القاء القبض على احمد قذاف الدم. أحمد قذاف الدم لمن لا يعرفه هو ابن عم طبعا الرئيس السابق أو الراحل أو يعني معمر القذافي، هو كان منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، يعني هو طبعا واحد من الدائرة المقربة جدا كانت من معمر القذافي ومن النظام الليبي السابق. ولد عام 52 في مرسى مطروح، وهو لأب ليبي ولأم مصرية، وتخرج في الأكاديمية العسكرية في بداية السبعينات، وأيضا كان مكلف بملف المعارضة الليبية في الخارج، واتهم كثيرا بالضلوع في ببعض العمليات لتصفية معارضين ليبيين في الخارج وبالتحديد في أوروبا. معروف عنه أن عنده استثمارات كبيرة وكان بيدير استثمارات كبيرة للنظام الليبي السابق سواء في مصر أو في عدد من الدول العربية. في بعد اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير الماضي قال إن هو انشق عن النظام الليبي، وهو كان معظم الوقت مقيم في مصر الحقيقة، لكن قرر الإقامة في مصر بشكل دائم. ده كان وضع أحمد قذاف الدم، والحقيقة إن هو أيضا قبض عليه أو سلم نفسه، كان الحقيقة القصة كان فيها كثير من الإثارة.
لانه تم حصار منزله لاربع ساعات، كان في ضرب بالنار بين الحرس الخاص بيه وبين القوات الشرطه. ما كانش مفهوم من الاول هل دي محاوله اختطاف ولا كانت محاوله شكلها ايه ولا كانت من السلطات المصريه. ثم سلم نفسه بعد ذلك بعد حصار استمر عدة ساعات لمنزله في الزمالك، ونزل في سيارته أو في سيارة أحد الأصدقاء حتى وصل إلى النيابة. النيابة تحفظت عليه بعد التحقيقات، تحفظت عليه لثلاثين يوما حتى تستكمل إجراءات تسليمه إلى ليبيا. قبل القبض عليه بدقائق قليلة كان أجرى مكالمة هاتفية مع زميلتنا جيهان منصور في برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، ودي معرفش إذا كانت آخر مكالمة يجريها على الهواء مباشرة ولا لأ، لكن نسمع جزء من مكالمته مع جيهان منصور على دريم. زلنا محاصرين من قبل عصابة لا أدري من أين جاءت منذ الساعة منتصف الليل بساعة، وداهمت المكان وأطلقت الرصاص في كل مكان، فاضطرنا ندافع عن أنفسنا وعن حرمات بيوتنا، واستمرت المعركة يمكن أربع ساعات الآن ولازلنا محاصرين ومازال الوضع كما نعم. هو عليه يعني نحن وهم في معركة داخل الشقة للأسف، وفي بلد يحكم القانون وبلد نحن لم نأتي إلى هنا إلا بدعوة من وزير الخارجية والمجلس العسكري وأيضا أنا رجل سياسي وكان ينبغي ألا أعامل بهذا الشكل إذا كانت هي سلطات فعلا رسمية، وإذا كانت عصابة فنحن قادرين على الدفاع عن أنفسنا في النهاية. هذا عمل بربري وحشي غير أخلاقي، مدابة الناس بالسلاح داخل في أثناء الليل. ماذا يعتقدون؟ نحن من حقنا ندافع عن أنفسنا ومن حقنا ندافع عن حرماتنا. نعم. أي واحد سنتصدى لكل من يحاول أن يعمل، نحن جنود في النهاية، وأنا معي حراسة من الدولة المصرية وهي موجودة للأسف. موجودة. ولا أدري الآن بعد هذا الاقتحام اللي حصل ماذا حدث في الحراسة التي معي. أسمع إطلاق رصاص كثيف في البداية واشتبكنا معهم المجموعات التي جاءت ولا أدري من أين حتى هذه الساعة للأسف. أنا أستغرب كيف مصر الدولة العريقة ذات تقاليد يحدث فيها هذا العمل الأخلاقي وبهذا الأسلوب البربري. كان بالإمكان استدعائنا بشكل رسمي ونحن تحت القانون ولسنا فوق القانون. نعم. وأنا أما إذا كانت هي مجرد صفقات أو بيع وشراء أو أنها وراءها نكايات أخرى فهذا شيء آخر. دي كانت مكالمة أجراها أحمد قذاف الدم قبيل اعتقاله. واضح من المكالمة أنه بيتكلم عن حصار، وما كانش واضح هل الهجموا المنزل من الأول كانوا من القوات المصرية من الدولة المصرية من الشرطة المصرية ولا كان إيه ده الوضع اللي كان بيشرحه في مكالمتي. لكن واضح أنه بعد ذلك تم حصاره واستوضح الأمر وسلم نفسه للسلطات المصرية. عندما وصل الخبر للبرلمان الليبي كانت هناك سعادة غامرة. القذاف الدم طبعا واحد من قائمة طويلة من المطلوبين سواء من السلطات المصرية أو من غيرها. نسمع ماذا حدث في البرلمان الليبي. على أحمد قذاف الدم أبرزني بذلك السيد مدير المخابرات رئيس المخابرات ومع علي ماريا الذي كان سفيرا. تم إلقاء القبض عن طريق الانتربول وبموجب مذكرة جلب وبطاقة حمراء على المدعو أحمد. إخواننا الخبر أنه تم اليوم القبض إلقاء القبض على المدعو أحمد قذاف الدم في القاهرة من قبل الانتربول بناء على مذكرة جلب وبطاقة حمراء، ومعه المدعو علي ماريا الذي كان سفيرا في القاهرة. فهنيئا للشعب الليبي علي ماريا. فهنيئا للشعب الليبي، ونسأل الله أن يعيننا في أن يحضر كل من أذنب وأجرم في حق هذا الشعب وتقديمه للعدالة. شكرا.
ده كانت احتفالات البرلمان الليبي بالقبض على ثلاثة الحية، يعني قذافي الدم وأيضا السفير الليبي السابق علي ماريا ومدير إدارة علي ماريا وأيضا مدير إدارة التمويل الإنتاجي السابق بليبيا محمد إبراهيم القذافي، يعني ثلاثة من المطلوبين من السلطات الليبية تم القبض عليهم. كان الرئيس مرسي قد تعهد في لقائه السابق مع الرئيس الليبي، طبعا ليبيا دايما بتجدد طلباتها بتسليم الليبيين من النظام السابق، وكان اعتقد في اخر مؤتمر صحفي بينهما قد تعهد بذلك طبقا للدستور والقواعد وللقوانين المصرية. نسمع هذا الجزء. في مصر ليبيين عدد كبير، عدة الاف، مئات الالاف، لكن هناك عدد قليل من هؤلاء مطلوب طبقا للإرادة الليبية للعدالة في ليبيا. اتفقنا على المضي قدما في هذا الملف المفتوح، قبل ذلك نمضي إلى الأمام فيه في إجراءات تسليم المطلوبين، ونبدأ مباشرة للجانب الليبي بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين، وبما يتفق وينسجم مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين من مصر وليبيا. خلونا نعرف بقى التفاصيل، ما حدث النهاردة في الزمالك عند منزل قذاف أحمد قذاف الدم، ونسأل الأول عصام، الأستاذ عصام السيد حارس منزل أحمد قذاف الدم. مساء الخير يا أستاذ عصام. أستاذ عصام، طيب هو مش معانا ومش سمعنا. إذن الأخبار إن هو تم احتجاز أحمد قذاف الدم لمدة 30 يوما. هل بقى إحنا بنتكلم هنا على إنتربول وأيضا على اتهامات بالفساد والجهة التلوثي ليبيا؟ أنا اتصلت بالأمم منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عشان نعرف ما دورهم في هذا، يعني لابد حتى في إذا كانت مصر تسلم مطلوبين فلابد أن هي بتسلم مطلوبين طبقا لقواعد وطبقا لقوانين. تونس عندما سلمت رئيس الوزراء الليبي الأسبق اللي أيضا كان ضمن نظام القذافي، ده كان في مجموعة من الإجراءات، أولا في التحقق من أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة، أنهم لن يتعرضوا للتعذيب، أنهم في إجراءات معينة، وكان هناك وفد تونسي ذهب، وفد حقوقي تونسي ذهب إلى تونس، ذهب إلى ليبيا للتحقق من ذلك، وكانت هناك إجراءات مستمرة بين تونس وليبيا للتحقق من حصول المتهمين أيا كانوا، حتى لو كانوا مجرمين أعتى المجرمين لا بد من أن يحصلوا على محاكمات عادلة وتراعي حقوق الإنسان. طيب معي على الهاتف الأستاذ علاء حسنين عضو مجلس الشعب السابق واللي كان مرافق لأحمد قذاف الدم حال أو وقت اعتقاله ووقت أن سلم نفسه. أستاذ علاء مساء الخير. النور يا أستاذ لمس الداحر. أولا اشرح لي ليه كنت موجود في الوقت ده مع أحمد قذاف الدم، هل أنتوا أصدقاء؟ إيه علاقتكم؟ والله أنا الأخ أحمد صديقي من 15 سنة، لأن أنا نائب في البرلمان من سنة 2000، يعني 10 سنوات، وكان بيجي المنيا يعمل عندنا مشاريع معاهد وحاجات خيرية كتير جدا. أنا الساعة 7:30 صباحا كده قمت كده لقيت هو متصل بيا وابن خاله متصل بيا ويجي 500 تليفون. فانا قلت يا اصحى الساعه 9 الصبح كده واكلمه، من 9:30 كده كلمت ابن اخوه قال لي احد البيت محاصر وفي طلق نار شديد جدا للغايه وما كناش نعرفهم لدول امن، واحمد مش هيرضى يسلم نفسه الا في وجودك انت شخصيا يعني. يعني هو بيثق فيا كمصري وهو عارف علاقتي بالامن جيده، واشوف دول امن ولا مش امن ونشوف هيسلموه ولا هيودوه للنائب العام. فرحت متوجع على طول حضرتك على بيت احمد قذاف الدم في الزمالك، لقيت قيادات امنيه رفيعه المستوى قالوا ده احنا مستنيينك من الساعه 2 بالليل. قلت والله ما اعرف يعني ايه المشكله. قلت طب حضراتكم مين؟ فلان وفلان وفلان، يعني الناس تعرفهم ويعرفوني كويس جدا. فقالوا لي احنا معانا ضبط دول قيادات من الشرطه يعني من الداخليه. يعني من الداخليه رفيعه المستوى يعني كبيره يعني، ومعاهم واحد من الانتربول، واحد من الانتربول ضابط من الانتربول حضرتك يعني.
فظبطوا الانتربول يعني متصادفة طلع من عندنا من الدائرة من عندنا يعني. فالراجل قال يا سيادة النائب احنا دلوقتي مشكلتنا اللي احنا عايزين ننفذ هذا الضبط والاحضار. فالمهم اتصلت على التليفون الداخلي احمد انا وصلت واخش لك غرفة النوم. ودخلت له غرفة النوم قال لي والله انا ما اعرف التفاصيل ده حق علاء هو دلوقتي ما ياخدوني يسلموني ليبيا ولا النائب العام. طلعت لهم بره قلت لهم والله لو سلموه للنائب العام ما فيش مشكله الراجل عنده استعداد يتحكم محاكمه عادله في مصر يعني. فقالوا لي خلاص هنروح نوديه للتعاون الدولي النائب العام مركز قسم التعاون الدولي اللي هو مختص حضرتك بال نعم مستشار كامل جرجس. ايوه تمام سيادتك يعني. فار احمد لبس بكل ذو احترام وخدته انا معاه في العربيه الشخصيه والامن قال لي خلاص يا حاج علاء انت خدوا في العربيه. فنزلتوا سوا في العربيه زي المشهد يعني انتوا هنا نازلين في عربيتك. في عربيتي انا حضرتك يعني. ونزلنا وطلعنا بكل احترام وادب للنائب العام. طيب وبعد حققوا معاه في تهمتين طبعا انا مش شايفهم تهم اصلا يعني الحقيقه يعني بعتها الحكومه الليبيه ولكن ايه التهمتين اللي حققوا معاهم فيه؟ حضرتك التهمتين اللي هو جاي بيهم الانتربول هو قال لك بيقولوا احمد خد 150 مليون دينار من ليبيا تمام؟ وعنده جوازين سفر جواز مزور. طب ال 150 مليون يا عم احمد فين؟ قال لك يعني المهم قول لي التهم ما تدافعش عنه بس قول لي التهم اللي عليه. لا انا ما بدافعش عنه. اتفضل. انا بقول لك الواقع 150 مليون دينار وال 150 مليون دينار ده هو حطيت في التحيات قال دي بتاعت الشركه والشركه دلوقتي تجيب 600 مليون. هل هو كان متهم باختيالات بفساد لا ما فيش ولا اختيالات ولا قتل ولا تعذيب ولا جرائم حرب ولا حاجه خالص من طيب. الكلام ده كله يعني حاج علاء يعني دلوقتي الـ من الواضح ان ده بما ان القبض بناء على انتربول يبقى من الواضح انه سيتم تسليمه الى ليبيا. نعم يا ست الكل وعيد السؤال تاني بقول لك بما ان هو بقرار انتربول يبقى هيتم تسليمه الى ليبيا. والله انا يعني مع القانون المصري ومع احترام حقوق الانسان في نفس التوقيت لان احمد حضرتك يعتبر امه مصريه يعني فحق. طب هل هو معاه باسبور مصري؟ لا انا معلوماتي لدي معاه بطاقه مصريه. طيب معاه ايه؟ قلت لي تاني؟ بطاقة مصرية. طيب يبقى معاه بطاقة مصرية يبقى معاه باسبور مصري بما ان والدته مصرية. طيب امه مصرية حضرتك. طيب بشكرك بشكرك استاذ علاء حسنين عضو مجلس الشعب السابق. انا معايا عصام السيد حارس منزل احمد قذافي الدم. استاذ عصام مساء الخير. مساء الخير يا استاذ الامير. لو تشرح لي بالظبط حصل لكم ايه يعني انت انت بواب العمارة وايه اللي بالظبط حصل وكان الساعة كام؟ استاذ لميس اوضح بس لحضرتك معلومه بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا شغال معاهم في العماره وكنت موجود ساعه ما جم. طيب اول حاجه بالنسبه لموضوع ضرب النار هو مش كذاب اللي ضرب النار ده هو الباب اساسا مصفح. ايوه لا اشرح لي من الاول حصل ايه يعني اشرح لي من الاول ايه اللي حصل. هم جم على حوالي الساعه 1 بالليل على اساس ان هم يطلعوا عايزين يجيبوه. مين هم يا استاذ عصام؟ قوات من الحكومه. انت من الاول كان باين انها قوات من الحكومه. تمام. خد بال حضرتك جم على اساس ان هم يطلعوا بس هو كان في المفروض ان في حراسه كانت عنده قاعده تحت. الحراسه دي كانت من الحكومه المصريه؟ كان معمول له حراسه معمول له حراسه من الحكومه المصريه. خد بال حضرتك ولا حراسه خاصه؟ لا 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 كانت عنده حراسه من الداخليه وكانوا بيجي بيديله وكان بتيجي عربيه الشرطه كانت بتاخد معاه زي دفتر كده كان بياخد اسامي. طب عصام معلش خليك معايا دقائق قليله خليك معايا على التليفون. انا معايا على الهاتف سياده المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء النور يا فندم. لو تقول لنا الوضع القانوني لاحمد قذافي الدم الان يعني تم القبض عليه بمسوغات ايه والان وهيحصل ايه في الموقف؟ هقول لحضرتك الموضوع من الاول عشان الناس تصل للناس. لو علي صوتك بس يا المستشار. هو حضرتك احنا جالنا ملف بطلب استرداد مجموعه من الليبيين من ضمنهم احمد قذافي الدم بناء على ارتكابهم لجرائم فساد مالي اثناء فتره حكم النظام القذافي. وتلقينا هذه الطلبات وتم بحث هذه الملفات وفقا لاتفاقيه معقوده ما بين جمهوريه مصر العربيه والجمهورية العربية الليبية في عام 92 ومصدق عليها في عام 93. الاتفاقية دي فيها باب كامل بيتحدث عن أحكام التسليم المجرمين سواء كانوا متهمين في مرحلة الاتهام أو الحكم
في المتواجدين في أي من إقليمين الدولة. تمام. هي دي الاتفاقية تعتبر، والاتفاقيات برضو إن دي فكرة للجمهور، إن الاتفاقية بمجرد التصديق عليها من مجلس الشعب بتعتبر بمثابة قانون بتأخذ حكم القانون. هذه الاتفاقية فيها باب كامل بيتحدث عن تسليم المجرمين. تسليم المجرمين ليه شروط. دي عمل مكتب التعاون الدولي اليومي، يعني عايز اقول لحضرتك ده اليومي، مش بس في الملف ده يمكن لان ما حدش عارف احنا بنشتغل فيه، ولكن ده شغلنا الاساسي. احنا بنعمل ايه؟ بنبحث مدى توافر الشروط القانونيه اللازمه للتسليم المجرمين وفقا لاحكام الاتفاقيه. تمام. وده اللي حصل في الملف اللي احنا شفنا ايه المطلوب. في شروط بتوضع لامكانيه التسليم او لجواز التسليم. ايوه. من ضمن تلك الشروط ان يكون هناك اتهام بجريمه جنائيه معاقب عليها بعقوبه الحبس لمده. الجرائم اللي عندنا كلها جرائم مال عام معقوبتها تصل الى السجن. وقد حكم عليها بالفعل ولا لا؟ ويكفي الاتهام. هي الاتفاقيه بتفرق ما بين الاتهام، مرحله الاتهام والحكم، والاثنين المرحلتين يجوز فيهم التسليم. يعني حتى في مرحله الاتهام حتى الاتفاقيه في مرحله الاتهام. بالضبط حضرتك. احنا بنعمل ايه؟ نتاكد في مدى توافر شروط التسليم وفقا للاتفاقيه، بمعنى ان انا بشوف مرحله الاتهام دي لازم ان الاتهامات الموجهه في من السلطات القضائيه الليبيه تكون لها مثيل لدينا في السلطات وفقا للقوانين المصريه. وده اللي كان عمليه البحث اللي قمنا بيها وشفنا ايه مدى التوافق، فوجدنا ان هناك توافق وفي بعض الادله على وجود هذه الاتهامات. ولكن احنا بنتحوط دائما في يعني في مثل هذه الطلبات ان نكون بشبه يقين بتوافر ادله قاطعه على ثبوت الاتهام. وده اللي احنا عملناه، ان احنا طلبنا استفاءات من الجانب السلطات القضائيه الليبيه لتاكيد فكره او وجود الاتهامات، ادله اكثر على الاتهامات المطروحه والموجوده لدينا في الملف اللي تم. وبناء على كده وفقا للاتفاقيه، نصوص الاتفاقيه بتعطي الحق للنيابه العامه أن تقوم بالقبض على أو إلقاء القبض أو طلب القبض على المتهم، وده اللي قمنا بيه بالفعل بإصدار أوامر بتعليمات من النائب العام، وقمت أنا بتحرير طلبات القبض وتم إرسالها للإنتربوليتان. الاتفاقية بتعطيني الحق بناء على القبض بعد القبض في حجز المتهم. تعطيني الحق في حجز لمدة 30 يوم. هذا الحجز بيكون مربوط 30 يوم قابلة للتجديد. طيب. الحجز مربوط بايه؟ برضو تكمله، وده القرار اللي طلع من عندنا، مربوط باستفاءات، لان انا بطلب ليه بحجز؟ بحجز لاني في خلال هذه الفتره بطلب بحجز على اقوم بحجز المتهم مع طلب استفاءات من السلطات القضائيه الليبيه بالمسائل التي تكمل الشكل القانوني. طيب. الذي تطلبته. سياده المستشار، لما ليبيا لما تونس سلمت رئيس الوزراء الليبي السابق برضه طبقا لاتفاقيات موقعه بين البلدين، كان في بند مهم جدا السلطات التونسيه تاكدت منه او قالت انها تاكدت منه واعلنت عن ذلك، والحقيقه ان الحكومه التونسيه اعلنت بيان عقب تسليم رئيس الوزراء السابق انها تاكدت او اخذت تاكيدات من الحكومه الليبيه الحاليه بمحاكمة عاجلة لكل من تسلمهم أو لرئيس الوزراء السابق الذي سلمته. هل مصر تأكدت من ذلك أيضا؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن مصر يعني عايز أقول لحضرتك أن عملنا يعني قائم أساسا على الضمانات دي. يعني إحنا بنسعى، وهي الاستفاءات دي في حقيقتها هي ضمانات. لا يا فندم، يعني أنا بسأل، معلش يا سيادة المستشار، أنا بسأل على محاكمات عادلة مرة أخرى. عادلة عادلة. ما هو ده ما أنا عايز أقول لحضرتك، ما هو ده إحنا فعلا، ما أنا عايز أوصل لحضرتك الكلام ده، إن إحنا مش هناخد قرار بالتسليم غير بعد التأكد اليقين إن المحاكمات هتكون عادلة. يعني أنا بعلن الكلام ده، إن إحنا لازم هنتأكد وهناخد الضمانات يوم ما نصل، يعني إذا انتهينا إلى ذلك. لأن أنا بقول لحضرتك في المرحلة الحالية أنا ما أقدرش أقول إن كنت هسلم ولا لأ. طيب. لان انا مستني السلطات القضائيه. مستني ايه بقى؟ انت مستني ايه يا سياده المستشار؟ مستني حاجات قانونيه ما انا طالبها منهم. زي ايه؟ حاجات متعلقه بالتحقيقات. التحقيقات اللي بتجرى في لدى السلطات القضائيه. يعني اللي انت هتراجع التحقيقات دي وتشوف مدى. طبعا طبعا. امال احنا ليه؟ امال انا ليه؟ ايه اللي خلاني ما سلمتش الوقت؟ ما انا كان لو انا يعني حجزت
طيب دلوقتي او قبضت وانا مستوفي بالورق اللي عندي ما انا كنت اصدرت قرار بالتسليم. طب سؤالي سؤالي هل احمد قذافي الدم لديه جنسيه مصريه؟ لا والدته مصريه على ما اعتقد. انا بقول لحضرتك اكيدا والكلام ده في التحقيق معه هو نفسه قال انا سئل هل انت تحمل الجنسيه المصريه؟ قال لا احمل الجنسية. طيب هل كان قد تقدم بطلب للجوء السياسي؟ لم يحكي. طيب انا عندي موضوع اخر وهو ان انا كلمت لجنه الامم المتحده لشؤون اللاجئين وقالت انه بناء على تعليمات من السلطات المصريه السابقه، طبعا السلطات المصريه اللي هي ابان الحكم العسكري، فان المفوضيه الساميه للامم المتحده لم تقم بتسليم اللاجئين الليبيين وبالتالي فهي بعيده تماما عن هذه القضيه، بمعنى انه السلطات، وانا لما سالت ده معناه ايه قالوا ان السلطات المصريه السابقه في ابان الحكم العسكري قالت أن الموجودين في مصر من الليبيين هم في وطنهم الثاني وبالتالي لا يجب أن يكونوا لاجئين، هل ده بالنسبة لكم يمثل أي شيء؟ أنا أقدر أقول لحضرتك بدون تعليق لأن دي ليست من اختصاصي ولا أعلم عنها شيء، وأنا بتعامل، أنا اتعودت في شغلي دايما اتعامل بالمستندات. طيب وبالورق. إذا أنت بتقول لي إن أحمد قذافي الدم سيبقى في محبسه حتى تأتي باقي المستندات القانونية من السلطات الليبية؟ ويتم إعادة التقييم للملف. طيب أشكرك سيادة المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ومعي على الهاتف معالي السفير الليبي في مصر السيد عاشور بوراشد. مساء الخير يا سيد السفير. مساء النور مدام لميس. يعني احنا شفنا طبعا احتفالات البرلمان الليبي بالقبض على احمد قذافي الدم والسفير الليبي السابق وايضا محمد ابراهيم القذافي، ماذا يمثل هذا لكم؟ هو طبعا لا شك ان هذا يمثل ارتياح كبير لدى الشارع الليبي الذي كان يتوقع هذا القبض منذ مده طويله، ولا شك ان هذا لا شك انها فرحه غامره لدى الشعب الليبي للقبض على رموز نظام سابق اللي عانى منه الشعب الليبي على مدى اربعه عقود من الزمن من الفوضى والعبثيه والفساد السياسي والمالي. فهذه فرحه طبيعيه بالنسبه للشعب الليبي. هل وجود مساعد ومبعوث خاص من رئيس الوزراء المصري الآن في ليبيا هل إبلغكم بذلك ولا إيه؟ نعم، هناك لجنة قضائية وهناك عمل قانوني طوال الفترة اللي فاتت من أجل استيفاء إجراءات قانونية متفق عليها بين وزارتي العدل المصرية والليبية والنائب العام الليبي والنائب العام المصري، وهذه الإجراءات نحن مسلمين بها من حيث المبدأ في عملية التسليم لأن هناك إجراءات قانونية لابد وأن تتم، وهذا أمر يعني شيء طبيعي نراه طبيعي جدا في مثل هذه الأمور. هل الحكومة الليبية بتتعهد بمحاكمات عادلة لكل من يتم القبض عليهم وبكل من يتم ترحيلهم؟ هذا شيء طبيعي سيدتي، أنت عارفة ثورة 17 فبراير هي قامت من أجل الظلم، لقد عانينا طويلا من الظلم والاستبداد. هذه الثورة تبشر بدولة سيادة القانون، ومعنى سيادة القانون أن للكل كرامته أيا كان، ولا بد ان يتعرض لمحاكمه عادله تتوافر له كل الضمانات القانونيه، هذا شيء بديهي جدا. سيد سفير، هل انتم اعتقد طلبتم ايضا تجميد بعض الاصول الليبيه في مصر، هل عدتم الطلب مره اخرى بخصوص تجميد الاصول وماذا قالت لكم السلطات المصريه؟ اعتقد ان هذا عملية تجميد الاموال مرتبطه بقرار مجلس الامن، يعني هذه قضيه ليست مصريه ليبيه ولكن السلطات المصرية متعاونة تماما مع الجانب الليبي، وهذا أمر طبيعي ومتوقع بالنسبة لمصر. بشكرك سيد سفير عاشور بوراشد. أنا قبل ما معك أود أن أوجه تحية للملازم أول مصطفى محمود الذي تعرض لإصابة أثناء مداهمة أحمد القذافي، أوجه تحية لهذا البطل، أنا أطمأنيت على صحته الإصابة سليمة إن شاء الله، وأنا في نيتي زيارته، وأنا من خلال هذا البطل أوجه تحية للشعب المصري العظيم ولحكومة مصر. شكرا، اشكرك سيد سفير عاشور بوراشد السفير الليبي في مصر، ومعي على الهاتف الناشط الحقوقي الاستاذ نجاد البرعي. استاذ نجاد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني قراءتك ايه للقبض النهارده على احمد قذافي الدم؟ هل تم فيه اتباع القواعد القانونيه الدوليه المتعارف عليها؟ هل في اشياء اخرى علامات استفهام؟ يعني انا خليني نقول مبادئ، اولا بصرف النظر على انه يحمل الجنسيه المصريه، اولا احمد قذافي الدم لاجئ سياسي وحصل على حق اللجوء السياسي كما يعني اعرف الا اذا كانت معلومات مش صحيحه.
لكن أعرف أن لدي حق اللجوء السياسي. مصر لا تسلم أبدا لاجئين سياسيين، هذه أول مرة في تاريخ مصر تسلم لاجئين سياسيين، سيما أنها تسلمها إلى تسلمه إلى مجتمع غير مستقر ولا يمكن ضمان محاكمة عادلة له تحت أي ظرف من الظروف بصرف النظر عن جنسيته. معنى ذلك أن مصر قد سلمت قذافي، أحمد قذافي الدم، ليصبح في ليبيا التي وصل فيها الانفلات الأمني إلى درجة أن دخلت الميليشيات خدت مذيعين وصاحب محطة ومدير محطة تلفزيون وخلتهم ومشوا، إلى درجة أن قتل فيها السفير الأمريكي. ليبيا ليست مستقلة. الواقعة دي لما حصلت في تونس ترتب عليها أن رئيس الجمهورية تقدم باستقالته احتجاجا وجرت مراضاته بعد ذلك، صحيح، يعني لأنه رفض التصديق على قرار حمادي بوجبالي رئيس الوزراء النهضة حينها. طبعا عايز أذكر أن مثلا المملكة العربية السعودية ترفض تسليم زين العابدين بن علي لأنه ليس من تقاليدها عمليا تسليم اللاجئين السياسيين. لكن هل كان أحمد قذافي الدم لديه بالفعل لجوء سياسي رسمي؟ أنا ما أعرفه، يعني أنا ما أعرفه أن له حق لجوء سياسي. طيب هو اللي حصل أعتقد طبقا لما عرفته من لجنة شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنه لم يكن هناك لجوء سياسي رسمي، لكن السلطات في مصر حينها قالت أن الليبيين دول في وطنهم الثاني فمش محتاجين يعملوا حق اللجوء الرسمي، دول موجودين ولن يتعرض لهم أحد. لا، الحاجة الأهم أنه هل إذا ثبت صحيح أنه معه الجنسية المصرية أو عنده جنسية مزدوجة، يعني إذا تبين أن هذا، فهذه أيضا تبقى مسألة مختلفة. يعني هناك معلومات لابد من استيفائها بشكل رسمي. هل كان يملك، هل يملك جنسية مصرية فعلا؟ هل هو معاه جنسية مصرية؟ ويقولوا معاه بطاقة، وإذا كان معاه بطاقة يبقى معاه جنسية. إذا كان معاه بطاقة شخصية مصرية معنى ذلك أنه مصري. مصري ممنوع تسليم المصريين ليحاكموا أمام قضاء أجنبي. إذا مصري تقدم الأدلة ويجري فحصها في مصر ويحاكم في مصر. أنا أرى أن هذه عملية مرتبطة بالوضع الاقتصادي المتردي في حكومة الإخوان المسلمين. صفقة يعني. هم يحتاجوا إلى أموال، وبالتالي توجهوا غربا إلى ليبيا، وهذه جزء من صفقة، وهذا انتهاك لحقه الإنساني. إذا كان مصري فهو اعتداء على السيادة المصرية، لم أكن أحب أن مصر تتورط فيه تحت أي ظرف من الظروف. مصر يحتمي بها أي حد على العين والرأس إذا لم تكن هناك جرائم واضحة. إذا سلم يجب أن يسلم إلى دولة محترمة، يعني لديها قانون ولديها قضاء. ليبيا الآن في مرحلة إعادة تشكيل، لم يكن لديها قضاء مستقر أثناء القذافي، وبالتالي لا يمكن أن تكون قد بنت مؤسسات قضائية مستقلة. لكن نحن في عهد حكومة يعني لا تتبع المثل العربي المعروف، يعني إذا كانت دولة القانون يعني ما بتطبقش علينا فهتطبق على غيرنا. يلا بس المرة دي ده بيسيء، يعني إساءة إضافية إلى سمعة مصر، وكأن هذه الحكومة تعتاش على الإساءة لسمعة. أشكرك الناشط الحقوقي الأستاذ نجاد البرعي. وصل فجر اليوم إلى طرابلس زي ما كنت بقول لكم، فالمساعد وزير الخارجية الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي مبعوثا شخصيا من رئيس الوزراء المصري. ما فيش تصريح رسمي واضح لماذا ذهب مبعوثا شخصيا من رئيس الوزراء المصري الآن والنهاردة إلى طرابلس، إلا أن بعض التفسيرات بتقول أنه وصل إلى طرابلس للإبلاغ بتسليم أو بالإبلاغ بالقبض على أحمد قذافي الدم. هل هذا تم بشكل قانوني؟ هل كان لديه لجوء سياسي؟ هل لديه جنسية مصرية؟ المستشار في مكتب النائب العام يقول لا، أصدقائه بيقولوا معاه بطاقة مصرية، هل كان لاجئا سياسيا؟ كل دي أسئلة هتظهر في الأيام القادمة. خلصنا السياسة، نخرج فاصل، وبعد الفاصل نبدأ احتفالنا بعيد الأم. صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا ماما يا ماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أولادي.